هذا وقامت جمعية رسالة للأعمال الخيرية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتوزيع آلاف من شنط المواد الغذائية واللحوم على الأسر الأكثر احتياجا بقرى مركز إطصا بالفيوم قبل عيد الأضحى المبارك. عندنا لحوم الصدقات وعندنا لحوم الأضاحي. لحوم الصدقات دي احنا بنذبحها ونوزعها قبل العيد، زي ما احنا موجودين النهارده في قرى ومحافظات مصر احنا فيها من امبارح. احنا بادئين من يوم الخميس والجمعه والسبت، وبرده الحد والاثنين شغالين برده توزيع في معظم المحافظات. يمكن النهارده في الفيوم احنا معانا حوالي 500 متطوع، بنحاول نستهدف حوالي في قرى الفيوم وبني سويف اكتر من 15,000 اسره. احنا بنقوم بتوزيع شنط غذائية ومعاها برضو يا اما كيلو لحمة يا اما 2 كيلو لحمة على حسب حجم الاسرة، ففي اسر بتبقى صغيرة وفي اسر بيبقى عدد افرادها طبعا اكبر، فبنوزع عليها 2 كيلو لحمة. احنا ان شاء الله بفضل الله كل سنة بنتجمع في المكان هنا، بنذبح عجول دي لحوم صدقات، بنبدأ ان احنا نوزعها على اهلنا في كل مكان في المحافظات الاشد فقرا واكثر احتياجا. احنا السنة دي مكاننا هنا في الفيوم وفي بني سويف. ان شاء الله احنا متجمعين اهو بنجمع وبنذبح العجول السنة دي عدد كبير الحمد لله من العجول. السنة دي احنا نازلين في الفيوم مركز إطصا عشان نساعد اهالينا المحتاجين. هنوزع عليهم لحوم بمناسبة عيد الأضحى، وكذلك هنوزع عليهم شنط غذائية. الشنط مكوناتها مختلفة جدا، في رز وبقوليات وحاجات مختلفة، ان شاء الله بإذن الله تبقى عون ليهم في الفترة اللي جاية.